ماذا تعرف عن الإبر الصينية والوخز بالإبر؟ أثبتت الإبر الصينية مؤخرا قدرتها على شفاء العديد من الأمراض، لذا سنقدم شرحا مفصلا حول الوخز بالإبر الصينية والكيفية التي تعمل بها. يعتبر علاج الوخز بالإبر الصينية من الطرق القديمة الحديثة في المعالجة، فقد اكتشفها الصينيون منذ آلاف السنين، وقد أثبتت العديد من الدراسات العلمية أن استخدامها يعد وسيلة فعالة لعلاج كثير من الأمراض وتخفيف الألم. ومن منطلق سعينا وراء تقديم كل ما هو مفيد في عالم الصحة، نقدم لكم هذا الفيديو المفصل حول الإبر الصينية والاستفادة من ذلك. ما عليكم سوى الاشتراك معنا في القناة. ما هو الوخز بالإبر؟ هو عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تنطوي على تحفيز نقاط تشريحية معينة في الجسم باستخدام مجموعة متنوعة من التقنيات، والتي تتمثل في اختراق الجلد بواسطة إبر معدنية رقيقة صلبة، ثم يتم التلاعب بها بالأيدي أو عن طريق التحفيز الكهربائي، وذلك بهدف التخفيف من الألم. كيف يعمل الوخز بالإبر على علاج الألم؟ في الحقيقة يوجد تفسيرين للكيفية التي تعمل بها الوخز بالإبر الصينية. أولاً، الطب الصيني التقليدي، حيث يتم العلاج من خلال وخز إبرة رفيعة كالشعرة في نقاط معينة تقع على ممرات محددة في جسم الإنسان تعرف بخطوط الطول. ويعتقد الصينيون القدماء أن هذا النوع من العلاج يحرز طاقة الحياة أو طاقة تشي التي قد تكون محبوسة في الجسم بسبب اضطرابات معينة. وحين تتحرك هذه الطاقة بحرية، يصبح بإمكان أجهزة الجسم المختلفة وبالأخص الجهاز المناعي أن يعمل بدرجات قصوى لمحاربة المرض. أما التفسير الآخر لكيفية عمل الوخز بالإبر على علاج الألم عفوا، هو الطب الحديث. أوضحت الأبحاث العلمية المعاصرة أن الوخز بالإبرة يعمل على إثارة المخ ليفرز المورفين، الذي يعمل على لجم الآلام أو تخفيف شدتها دون الحاجة إلى تناول الأدوية والمسكنات. بالإضافة إلى ذلك، فقد يحفز الوخز بالإبر الأعصاب في النخاع الشوكي لإصدار مضادات لمقاومة الفيروسات والالتهابات. ما هي خطوات إجراء الوخز بالإبر؟ يوجد عدة خطوات لاستخدام هذا العلاج، حيث تؤخذ الإبر الصيني على جلسات مختلفة تتراوح بين 10 إلى 15 جلسة، وذلك حسب الحالة المرضية، ويمكن إعادة الدورة العلاجية مرتين إلى 3 مرات بعد أسبوعين إلى 3 أسابيع من موعد آخر جلسة. يقوم الطبيب المعالج بفحص المريض وتقييم حالته، يطلب من المريض الاستلقاء على ظهره أو بطنه أو جانبه تبعا للمنطقة المراد إدخال الإبر فيها. يتم استخدام كل إبرة دقيقة معقمة لمرة واحدة فقط. قد يشعر المريض أثناء إدخال الإبر بوخز خفيف لكنها غير مؤلمة. وفي بعض الأحيان يتم تسخين الإبر أو تحفيزها كهربائيا بعد الإدخال في الجلد. تبقى كل إبرة في مكانها من 5 إلى 30 دقيقة. ما هي الأمراض التي يعالجها الوخز بالإبر؟ أولاً، أمراض الدم والأوعية الدموية. فقر الدم وعدم انتظام ضربات القلب، تصلب الشرايين وضغط الدم المرتفع وضغط الدم المنخفض، وتعب عضلة القلب. مرض الصداع النصفي. الوخز بالإبر يساهم في تسكين ألم الصداع النصفي، حيث يتم اللجوء إليها جنبا إلى جنب مع العلاجات الأخرى الطويلة الأجل. الوخز بالإبر يعالج آلام العضلات. يعالج الألم الناجم عن تقلصات العضلات وتصلب الأنسجة الرخوة من الجسم. يعالج أمراض الجهاز التنفسي، حيث تعالج الإبر الصينية الربو والتهاب القصبات الهوائية، السعال ونزف الدم الرئوي، الالتهاب الرئوي والانتفاخ الرئوي. يعالج أيضا أمراض الجهاز الهضمي، فالتهاب المريء، آلام البطن، آلام المعدة، الحرقان في المعدة، الغثيان، الإسهال، الإمساك، القولون، التهاب غشاء المعدة وقرحة المعدة. يعالج آلام الظهر، فالوخز بالإبر يساعد في تقليل الألم وزيادة النشاط. أما الأمراض النفسية فتعالج إدمان الكحول وإدمان المخدرات والإدمان على التدخين، وذلك من خلال حقن الإبر بالأذن. حقن الإبر أيضا يساعد على اضطرابات الدورة الشهرية عند المرأة، فيساعد في علاج هذه الاضطرابات للدورة الشهرية والتخفيف من الأعراض المرافقة لها،
كما يساهم في التخفيف من الآثار الجانبية للعلاج الكيميائي لأمراض السرطان والعلاج الإشعاعي لها مثل الغثيان والسعال والحمى والتوتر والعصبية. ما هي الحالات التي يمنع استخدام الإبر الصينية فيها؟ أولاً، الحالات التي تستوجب تدخل جراحي مثل حالات الفتق والأمراض وغيرها، أمراض القلب والفشل الكلوي وتليف الكبد، الأمراض المعدية والأمراض الطفيلية، الأمراض النفسية الشديدة والتي تحتاج لتدخل طبي وعلاج نفسي. أما من مخاطرها الإصابة باضطراب النزف، ترتفع فرص نزيف المريض وإصابته بكدمات من الإبر إذا كان يتناول مسيلات للدم. من مخاطر استعمال الإبر أيضا تركيب منظم لضربات القلب، حيث أن العلاج بالإبر يشمل استخدام نبضات كهربائية خفيفة على الإبر قد يتعارض مع عمل منظم ضربات القلب. ويعتقد أن بعض أنواع العلاج بالإبر تحفز الطلق، مما قد ينتج عنه الولادة المبكرة. في حالات نادرة قد تنكسر الإبرة وتسبب تلف العضو الداخلي. عند إدخال الإبر بعمق داخل الصدر أو أعلى الظهر، هنالك خطورة من إصابة الرئة، لكنها تعتبر من الحالات النادرة. وعدم ارتداء المعالج للقفازات أيضا أثناء العلاج يؤدي إلى انتقال العدوى. فوائد الإبر الصينية: قد تستخدم كبديل لتخفيف الألم بدلا من تناول المسكنات، مفيدة للمرضى الذين لا تستجيب أجسامهم للمسكنات. تستخدم الإبر الصينية في تخدير الأشخاص الذين يعانون من حساسية التخدير الطبي.